السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، مواليد النهارده إن شاء الله تعالى مع حل موديل تيست نمبر 3 من المراجعة النهائية 2023 بيج 15 صفحة 15. نبدأ بسم الله تعالى. Finish the following dialogue، أنهي المحادثة التالية. Samir is visiting Tamir who is ill، يعني سامر بيزور تامر الذي طبعا بيكون مريض. سامر يزور تامر المريض. Samir, you have been ill for a week. يعني بقول له لقد كنت طبعا مريضا لمدة أسبوع. How do you feel now؟ يعني كيف تشعر الآن؟ طبعا هو تحت بقول إيه؟ Bored، يعني أشعر بالملل أو بالضجر، يبقى I feel bored. الفاعل عندي هنا يو يحول إلى I، وأنزل بالفعل بعد كده عندي feel اللي هو بمعنى يشعر، وأكتب طبعا الشيء اللي أشعر به طبعا عندي هنا إيه؟ Bored. I feel bored، أشعر بالضجر أو أشعر بالملل، وممكن يقول I am bored، أنا مضجر أو أنا تعبان يعني، أو أشعر بالزهق. فقال له bored الملل. Why don't you read some books؟ لماذا لا تقرأ بعض الكتب؟ ليه ما تقراش بعض الكتب؟ فهو طبعا هو بيقول له أنا ما عنديش يعني إن كتب، فيقول له I haven't got any books، أنا ليس لدي أي كتب. ممكن يقول له كمان حاجة تانية، I don't have any books، ليس لدي أو أنا ما عنديش أي كتب. قال له no problem، مفيش ايه او لا توجد مشكلة. I can get you some books، استطيع ان اعطيك بعض الكتب. I can get you some books. فسأله سؤال فقال له I like reading adventure stories، يعني اود انا بحب قراءة القصص المغامرات. فيقول له ما نوع القصص اللي انت بتقراها؟ ممكن يقول له what kind of books، ما نوع الكتب do you like اللي انت بتحب تقراها. وممكن يقول له حاجة تانية، what do you like to read، what do you like to read. فيقول له I like reading adventure stories، أود قراءة قصص الإيه؟ المغامرات. سامر قال له حاجة، فرد عليه تامر My favorite story is Alice's Adventures in Wonderland، يعني قصتي المفضلة هي أليس في بلاد العجائب. My favorite story is Alice's Adventures in Wonderland، يعني قصتي المفضلة هي أليس في بلاد العجائب. بعد كده سامر قال له It's my favorite too، إنها المفضلة عندي أيضا. I can lend it to you. I can lend it to you. يعني يمكنني أن أعيرها لك أو أسلفها لك. فيشكره طبعا، يقول له thank you أو thanks a lot. أو ممكن يقول له that's very kind of you. That's very kind of you. يا هذا لطف كبير منك. بعد كده عندي بيج 16 صفحة 16. Read and complete the text with the words from the following scenario، ونكمل النص باستخدام الكلمات اللي في القائمة. عندي cover معناها يغطي، وعندي covered معناها طبعا غطى في التصريف الثاني للفعل أو الثالث للفعل، وعندي tail معناها ذيل، long طويل، species فصائل، spaces معناها طبعا مساحات أو فراغات. The mongoose is a fantastic animal، يعني النمسة حيوان هائل أو مذهل أو رائع. There are about 30 different species، يعني عايز اقول لي حوالي 30 فصيلة مختلفة من الايه؟ من النمس اللي هو طبعا حيوان النمس. يبقى انا عندي number one species اللي هي عندي ايه؟ فصيل، 30 فصيلة دي فصائل طبعا. يبقى هنا النمس حيوان هائل. هناك there are about 30 different species of mongooses، من النمس in the world في العالم. مانجوس اللي هو حيوان النمس has a space body with short legs and a long space، يعني حيوان النمس ده له جسد طويل بأرجل قصيرة. يبقى هنا جسد طويل يبقى long body، يبقى number two long، with short legs كمان بأرجل قصيرة، وديل ايه and a long tail number three tail. بعد كده بيقول لي their bodies يعني أجسامهم are spaced by thick fur، يعني تقول أجسامهم مغطاة بفرو سميك. ده طبعا مبني المجهول عندي هنا طبعا في المضارع البسيط، ادي المفعول verb to be، وبعد كده عندي التصريف الثالث للفعل اللي هو ايه عندي covered، عشان اقول أجسامهم مغطاة بالايه بفرو سميك. يبقى number one عندي species هي فصائل، وي لونج بودي جسم طويل، و لونج تيل ذيب طويل نمبر 3. نمبر 4 كفرد مغطاة طبعا بايه؟ بفراء سميك.
only read the following text, اقرأ النص التالي, then ثم answer the question, أجيب على الأسئلة. Reading is a useful and information habit in our modern life. قراءة عادة نافعة ومهمة في حياتنا العصرية. We read books when we are alone. يعني نقرأ الكتب عندما نكون بمفردنا. Or have free time. عندما يكون لدينا وقت فراغ. A lot of people prefer watching TV. طبعا الكثير من الناس بتفضل مشاهدة التلفزيون. But I like reading because it widens my mind. بقول لي أحب القراءة لأنها توسع عقلي أو فكري. I can find new ideas and a lot of information. يعني بيقول لي أستطيع أن أجد أفكار جيدة والكثير من المعلومات. Which التي help me تساعدني make my life better. التي تجعل أو اللي جعل حياتي أفضل. Reading gives me the chance to think and dream. يعني القراءة بتديني الفرصة لكي أفكر وأحلم. Although على الرغم we live at the age of the computer. يعني على الرغم أننا نعيش في عصر الكمبيوتر and the internet and there is a television set in every house. ووجود طبعا جهاز تلفزيون في كل بيت. We need to read books. ما طبعا بيقول لك كمان إلا أننا بحاجة لقراءة. Which are easier to carry and move. حاجة قراءة كتب يسهل حملها والتنقل طبعا إيه with us everywhere. تنقل معنا في كل مكان. And every time وفي كل مرة. To try read a book in the shade of a tree. واللي حاول ان انت تقرأ كتابا في ظل شجرة. In a garden في حديقة or a field او في حقل. And I am sure you will enjoy it very much. وانا طبعا متأكد من انك ستستمتع به كثيرا. Show the correct answer from A, B, C or D. بعد كده بيقول لي I space people prefer watching TV. بيقول لي طبعا الكثير من الناس بتفضل ايه مشاهدة التلفاز. يبقى ميني طبعا عندي little القليل للكمية وماتش كثير للكمية افيو للعدد القليل لي لان people يقعد. يبقى ميني people prefer watching TV. الكثير من الناس بيفضلوا مشاهدة التلفاز. بعد كده السؤال number 2. The main idea of the passage is about space. فكرة رأسية للنص بتكون عن هنا طبعا the advantages of reading اللي طبعا مميزات اللي ايه القراءة. اما هنا the disadvantages of reading عيوب القراءة. The history of television تاريخ التلفاز. The importance of trees يعني اهمية الاشجار. So number 3. The writer likes reading as انه طبعا space mind عقله طبعا widens بتوسع مداركه وعقله. Closes to طبعا تقفل هنا طبعا. يبقى انا عندي هنا طبعا هنقول او عندي closes معناها تقفل او تغلق. corrupts دي معناها طبعا تفسد يعني. destroy معناها يدمر. بعد كده السؤال number B بيقول لي هنا answer the follow question. What do you accept will happen to printed locks in the future? ماذا تتوقع أن يحدث للكتب المطبعة في المستقبل؟ What do you accept will you happen to printed books in the future؟ إلا يحصل للكتب المطبعة في المستقبل. There will be ستكون طبعا electronic كتب إلكترونية instead of بدلا من printed books بدلا من الكتب المطبوعة. هكذا السؤال number 5 بيقول لي infer from the passage that reading is important and useful. بقول لي استدل هنا انفر دي معناها استنتج او استدل ان القراءة او ان المقطع ان القراءة مهمة ومفيدة. يبقى reading gives us the chance to think and dream. يعني القراءة بتدينا الفرصة ان احنا نفكر ونحلم. It widens انها بتوسع our mind يعني عقلنا او مداركنا. دي طبعا ايه النمبر 5. بعد كده عندي بيج 17 صفحة 17 بقولي summarize the second paragraph on one sentence. يعني الرخص البرغراف التاني في جملة واحدة. We can read ممكننا ان احنا نقرأ anywhere في اي مكان and at any time في اي وقت. عندي choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 space a large green area with no mountains. بقولي منطقة خضراء او مساحة كبيرة بدون جبال طبعا grasslands اللي هي الاراضي العشبية.
يبقى عندي الأراضي العشبية، ده تعريف الأراضي العشبية، مساحة خضراء بدون جبال. So number two, planting trees creates a healthy environment. The world creates زراعة الأشجار طبعا بتخلق بيئة صحية. The world creates معناها طبعا عندي mix يصنع. Interrupts معناها تقاطع. هنا pursuits اللي هي عندي يفجر. Destroys معناها يدمر. Number three, the synonym of the word ancient is space. يعني مرادف كلمة أو معنى كلمة قديم ancient بتساوي في المعنى كلمة old قديم، new جديد، modern حديث، unknown غير معروف. سؤال نمبر 4. I didn't intend أنا لم أنوي to break and أكسر the glass الكوب الزجاجي. I did it by space لكنه حدث طبعا إيه أو قمت بها أو فعلتها عن طريق الإيه الخطأ، يبقى by mistake. path معناها طبعا ممر، وعندي النيتشر طبيعة، فيستيفال مهرجان. بعد كده عندي السؤال نمبر 5. to change كي تغير the noun الاسم luck اللي هو الحظ into an adjective للصفة we add the suffix احنا بنضيف اللاحقة اللي هي y تبقى معناها lucky محظوظ. معنى كده السؤال نمبر 5 6 is a space is someone who helps a person to طبعا الشخص ده اللي هو بيساعد مين؟ بيساعد شخص برضو do للقيام بذير their job وظيفتهم وظيفته يعني الاسيستنت المساعد. روبوتكس انجينير اللي هو مهندس روبوتات وسيلر بحار بلاير لاعب. يبقى the space is someone المساعد بيكون شخص اللي بيساعد الشخص برضو للقيام بوظيفته their job. complete the sentences with the correct form of the words in brackets. أرى مصحح الكلمات طبعا اللي إيه بين الأقواس. عندي هنا بيقول لي سيوة أويسس ديتس يعني التمر بتاع سيوة أو أرض أو واحد سيوة، هذه هنا طبعا مش يبيع، هو هيتباع أو يباع. يبقى عندي هنا مبني للمجهول في المضارع البسيط، الواحة هنا جمع، يبقى انا عندي ار سولد، يبقى تصريف الفيرب تو بي وتصريف التالت، يبقى ار سولد يباع ان ميني شوبس ان ذيس اريا، يبقى التمر يباع في محلات كثيره في هذه المنطقه. جمله مضارع بسيط مبنيه للمجهول بي والتصريف التالت. السؤال نمبر 2. نوها هاز اوريدي نوها بالفعل سبيس فينيشز هير هوم ورك. عايز يقول نوها انهت بالفعل واجبها، جمله مضارع تام هاف او هاز التصريف التالت، يبقى هنا التصريف التالت من finished. سؤال نمبر 3. if I were a bird بقول طبعا لو كنت ايه طائر ايس بي طبعا ديت جملة حالة الشرطية اف شرطية اف التانية. عندي هنا طبعا ماضي بسيط، الناحية التانية عندي محتاج الود والمصدر، عشان لو قلت كنت طائر لكنت طرت، لو انا كنت طائر كنت طرت، ود والمصدر وهنا ماضي بسيط. If I were a bird لو كنت طائر I would fly. سؤال نمبر 4. A witness شاهد said that the building space on fire. واللي شاهد قال إن المبنى كان بيحترق، طبعا جملة غير مباشر. يبقى أنا عندي هنا فعل القول ماضي، يبقى الفعل هنا عندي الفيرب هيكون ماضي، يبقى هنصرف is دي إلى was. يبقى الشاهد قال أن المبنى كان يحترق، دي جملة غير مباشر. سؤال نمبر 5. there is no bread طبعا لا يوجد خبز. so we need نحن بحاجة، أنا عندي need ده من الأفعال اللي بيجي بعد منها to المصدر to الانفينيتيف، يبقى we need to go to the baker's طبعا احنا محتاجين نحن الذهاب إلى الإيه إلى المخبز. بعد كده عندي write 110 اكتب باراجراف مكون من 110 وكلمة on the following في التالي. الباراجراف بيتكلم عن a review of a species of animals in Egypt، يعني بيتكلم عن المقال النقدي عن الفصائل الحيوانات في مصر. there are a lot of kinds of mangoes يعني هناك الكثير من انواع النمس في الايه المانجوسز ان ذا وورلد في العالم. المانجوسز هاز ا لونج بودي، المانجوسز ده لديه جسم طويل. ويز ا شورت ليجز بارجل قصيره. اند ا لونج تيل وديل قصير. ذير بودي ذير بوديز
يعني أجسامهم أو أجساتهم are covered by thick fur، أو أجسامهم مغطاة بالفراء السميك. ده طبعا مبني المجهول في المضارع البسيط، المفعول verb to be والتصريف الإيه التالي. by thick fur طبعا مغطاة بالفراء السميك. mongooses can see and hear very well، يمكن أن يرى ويسمع جيدا. which helped them to find food and avoid danger، كمان اللي هو بيساعدهم على العثور على الأكل وتجنب الخطر. they are famous for fighting snakes، يعني كمان هم مشهورين بمحاربة الثعابين أو مقاتل الثعابين. they are able to kill snakes by biting or biting them، كمان بيقول إن هم قادرين على قتل الثعابين بقي بعضهم أو عن طريق بعضهم. There are a lot of mongooses in Africa، يعني هناك الكثير من النمس في أفريقيا، وكمان Asia في آسيا and parts of Europe، وكمان أجزاء من أوروبا. They live in the forests، بيعيشوا في الغابات، في الغابات وكمان إيه wetlands الأراضي الرطبة or grasslands والأراضي العشبية. كمان هم بيعيشوا في الأراضي العشبية under the ground، يعني طبعا بيعيشوا تحت أو في الأراضي العشبية تحت إيه الأرض or rocks أو إيه أو الصخور أو تحت الصخور. they also كمان eat birds، بياكلوا الطيور frogs الضفادع lizards السحالي seeds، مع كمان بياكلوا البذور eggs البيض and nuts والمكسرات. unfortunately لسوء الحظ، unfortunately لسوء الحظ mongooses are endangered، يعني لسوء الحظ ان المنجوس ده بتتعرض للخطر او الانقراض. mainly يعني بيقول لي كمان اساسا because of deforestation، اساسا ايه هي طبعا يرجع ذلك الى ازالة الغابات او بسبب ازالة الغابات and loss of habitat، وكمان فقدان الموطن. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يا رب الفيديو ينال اعجابكم، اشكركم على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.